تونس لكل أبنائها ويشترك كل أبنائها في التمتع بحق الحياة وبحق الحرية وبحق الكرامة. نحن نبشر بمجتمع حر، بمجتمع متعدد، بمجتمع لا سيطرة فيه لطاغوت باسم السياسة ولا لطاغوت باسم رأس المال ولا بطاغوت باسم كهانوتية، لأننا لسنا طلاب سلطة ولسنا وليست لنا قضايا شخصية. نحن نطالب برفع الظلم عن شعبنا، برفع الظلم عن الحياة السياسية. نحن لسنا إزاء نظام دستوري ولا نظام قانوني، نحن إزاء نظام فردي، نظام بوليسي، نظام لا يحكم بإرادة الناس وإنما يحكم بالقوة. أوضاع عربية وأوضاع غير عربية تعتبر أن نجاح النموذج التونسي هو يمثل خطرا على مصالحها وخطرا على نماذجها الداخلية، ولذلك تلتقي مصلحة الثورة المضادة مع مصالح خارجية عربية وغير عربية في الزج ببلادنا في بوتقة الفتنة وبوتقة الاضطراب وبوتقة التقاتل. المكاسب اللي كسبنا أنه قدنا بلادنا إلى بر الأمان، قدنا بلادنا إلى أن يكون لها دستور وهيئة انتخابية، أن نضع قطار تونس على سكة الديمقراطية، وهذا أكبر ربح لتونس وللنهضة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا ليعلموا الناس كيف يديرون هذه التعددية السياسية، كيف يمكن باعتبار أن الحقيقة نسبية هنا، كيف يمكن للنسبي أن يحتوي الآخرين. ولذلك الخطاب السياسي مهم جدا، يعني هل هو خطاب يدعو إلى الوحدة الوطنية ويدعو إلى التوافق ويدعو إلى الحوار وإلى البحث عن تسويات بين المختلفين، وإلا هو يبحث عن الإقصاء، كيف يقصي الآخر، كيف يعدمه. هذه الخطابات كلها هي مشاريع حروب أهلية، معنى وقت تترجمها تجدها حرائق ودماء وأشلاء. أما إعاقة في تونس هي إعاقة فكرية إيديولوجية، لا يمكن، هي تؤسس في الحقيقة للحرب الأهلية، لأنه تصور تونس بدون هذا الطرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، تونس بدون أي مكون من المكونات، ومشروع حرب أهلية.